جماعة، كشخص دائما بذكركم تشربوا مي بجودة عالية، اليوم جيت على مختبر تاني 4 عشان افحص الاشي بنفسي. بس اكيد ما فكرتوش اني راح افوت هيك على المختبر، صح؟ بالاخر احنا فايتين على مختبر معقم. مفكرين الموضوع سحر؟ خليكم معاي، تعال نشوف شو قاعد بصير هون. هسا احنا باختبار مي، بتصدقوا طلع فيه هيك اشي؟ شو كيف الطعمة؟ هاي اكيد مش نفس المياه الموجودة عندي في البيت ببار المياه تامي 4. عشان نوصل لنفس طعمة المي بنشتغل كثير وبنعمل مجهود كبير، وعشان هيك في جهاز لتحديد الريحة والطعمة وهو اكثر مقياس علمي. ولو جماعة صرنا نفهم اكثر عن تامي 4، قديش المي بجودة عالية وطيبة اكثر بفضل مطهر المياه ميز الموجود بكل برات تامي 4، وكيف بيشتغلوا على كل هاي الاشياء بهذا المختبر المتطور. سلام. اتصلوا الان 6941 او في الموقع.